هناك عرض لوسام وامام من بعض الدورات العربيه ومصطفى شوبير. طيب وسام ابو علي مش ماشي. وسام ابو علي بس انا مختلف مع حاجه مع كولر في المؤتمر الصحفي، قال لك انا مين قال لك طلبت مهاجم؟ لا كولر الاهلي وهو بيخلص محمد بن رمضان في الانتقالات اللي فاتت قال لهم يا جماعه انا مش عايز محمد بن رمضان، عايز مهاجم. هو اللي طالب مهاجم، والاهلي لو اجل قصه ملف المهاجم لحد دلوقتي هو اجلها عشان ما لقاش المهاجم اللي هو عايزه في الانتقالات اللي فاتت. فلا يا عم كولر، انت نفسك اللي قلت ان انت عايز مهاجم مش اي حد تاني. والاهلي محتاج مهاجم بدليل حاجه تانيه، انت النهارده لما كان عندك مشكله مع كهربا ابتديت توظف طاهر محمد طاهر اللي هو المفروض جناح في مركز المهاجم، فانت عندك مشكله وعندك قصور، وفرقه كبيره زي الاهلي فرقه كبيره بتلعب على الدوري وبتلعب على افريقيا وبتلعب كاس عالم انديه وانتر كونتيننتال وبتلعب البطولات دي كلها، ما ينفعش يبقى كل القايمه بتاعتها اثنين مهاجمين يعني. حتى لو هنفرض ان كهربا بيلعب، هو هنا عنده حق، هو بيقول لك انا ليناير قاعد بوسام وكهربا ما اقدرش اهبطهم عايز اقول ان انا يا جماعه انا واقف على التصريح، انا واقف على التصريح. هو بيقول مين اللي قال طلبت مهاجم؟ لا انت اللي طلبت، احنا بنتكلم كمعلومات معلومات. لا انت اللي طلبت مهاجم. هل الاهلي بقى زي ما قال الاستاذ شريف، هل الاهلي مش محتاج مهاجم؟ لا الاهلي محتاج مهاجم طبعا طبعا، ده محتاج مهاجم. وانا اقول لك على حاجه، مهاجم كان محتاج مهاجم كمان مش محتاج النهارده. وسام جاله عروض بدل العرض 2 و3، عروض كلها طبعا شفهيه لسه ما حدش بعت عرض رسمي، ولكن الاهلي قال لوسام ابو علي انت مش هتمشي باي شكل من الاشكال. امام عاشور، خد بقى المفاجاه، كولر طالب صانع العاب. والاهلي على فكره في الوقت الحالي ابتدى يتكلم في جزئيه ان هو بيشوف سير ذاتيه اللعيبه صناع لعب بعيدا عن الجناح وبعيدا عن المهاجم. ما انا بقول لك ما هو قفشه بقى ده النهارده، هو قفشه كان اساسي قفشه النهارده والماتش اللي عمله. هو قفشه ده مش موجود في، لا موجود طبعا. لا لا بتكلمني على قفشه يلعب اساسي، قفشه يلعب اساسي طبعا، يلعب على اي حد. قفشه على فكره من ساعه ما جه النادي الاهلي انا بشوف ان هو بيتظلم كتير مع كولر. الراجل على فكره كل ما بينزل بيبقى هو تقريبا افضل لعيب في المباراه. ما تيجي بص النهارده اكثر تاثيرا، اسيست تأثير. ارقام النهارده اسيست هدف. الراجل بصراحه يعني بيعمل وخلي بالك بنسبه كبيره جدا ما بيبقاش على طول الاساسي، يعني هو النهارده اساسي في كل المباريات اللي كان ليه تاثير كبير فيها احتياطي. كان بيبقى احتياطي يعني انت كمان نازل مركز ما بتعملش مشكله، مش اللي هو بقى ايه ده انا ما بلعبش فينزل بقى زي اللعيبه اللي تنزل واللعيبه منهم محترفين بياخدوا بالدولار زي بيرسيتاو وزي رضا سليم نازل يعني بيحرك رجله كده. لا راجل بينزل بيقاتل بيلعب بيؤدي. ولكن انا بقول لك على فكر كولر ابتدى يفكر في قصه صناع اللعب، ولكن رغم كده قال لهم برضو امام ما يمشيش. كولر من مدرسه اللعيبه لا كنز اللعيبه جنبي حتى لو ما بيلعبش. لا مصطفى شوبير ممكن يكون هو مثلا عنده رغبه في الاحتراف. لو هو عنده رغبه في الاحتراف يعني عنده الاهلي حاجة عنده حاجه في الدوري، في دوري عربي عنده حاجه، بس الاهلي مش هيفرط في مصطفى شوبير النهارده. الشناوي مش موجود، عنده رغبه يلعب طبعا، عنده رغبه يلعب بس النهارده الشناوي دوري عربي يا كابتن طبعا. وكمان النهارده انا لو هسيب مصطفى شوبير يطلع بره عنده رغبه في الخروج يبقى يطلع النادي اوروبا يلعب في الخليج ليه يعني؟ لا طبعا يعني معلش شوبير طبعا طبيعي الاهلي يرفض ان هو يرحل. والاهلي كده كده طول الوقت عنده ثلاث حراس كبار النهارده، على الاقل على الاقل يكون عندك اثنين حراس كبار. انت دلوقتي خلي بالك الاهلي ابتدى يلجا لسياسه ثانيه في قصه حراس المرمى. لو تفتكر من فتره كده الاهلي كان بيعمل ايه؟ يقول لك حارس اساسي وحارس بديل كبير وحارس سالب كبير. قله لعب مصطفى شوبير او قله ان كولر يديله ويخليه يفكر في خطوه، بس هو بياخد على فكره مصطفى بياخد ما بياخدش عدد المباريات الكبير زي الشناوي، لان الشناوي هو مصنف الحارس الاول، ولكن مصطفى بيلعب. واقول لك على حاجه، وانا النهارده دايما اقول لك ايه، اصلا عشان ادافع عن حظوظي في المنتخب مصطفى شوبير وهو قاعد بيروح المنتخب هو الحارس رقم 2 يعني. النهارده احنا شفنا المشكله الكبيره اللي حصلت، وبعد الشناوي مين اللي هيلعب، عواد ولا مصطفى؟ جهاز فني المنتخب واثق في مصطفى شوبير والراجل بيلعب وبيشارك. مصطفى شوبير هيبقى النادي الاهلي نفسه محتاج، عنده مشكله، لا عنده ازمه طبعا، عنده محتاج ولا برحيله برحيله. طب انا بقول كده، انا بقول لك لو رحل الاهلي عنده مشكله، انت بقى عندك شنو بس؟ لان النهارده شنو خلي بالك بس الراجل ما بيقتنعش بحمزه علاء، لا قدر الله مثلا اصابه او ايقاف او الكلام ده كله، انت عندك مين اللي شال ان الاهلي؟ وكولر خلي بالك قناعاته بحمزه علاء مش كبيره بالظبط، يعني قناعاته بحمزه علاء مش كبيره. مصطفى مخلوف ما خدش فرصه، فبالتالي انت قناعاتك كبيره بالشناوي. حمزه علاء لسه واحد من الحراس المميزين جدا في افريقيا في المرحله السنيه اللي فيه ما يكونش معترض بيه من المدير الفني بتاعه في نادي. كل مدير فني وليه؟ لا لا هي القصه كلها نادي يعمل ايه؟ حتى لو معترف هو هيعمل ايه؟ هيبقى نمره ثلاثه، هيروح ثلاثه برضه. لا في فرق، هيروح فين؟ ما هو الشناوي قبله مصطفى. ممكن انا بعد فين؟ انت مش عارف توصل للتاني. لا انا ما بتكلمش على الدوري ولا الكاس، انا بتكلم بشكل عام، بتكلم على استراتيجي بشكل عام، مش بتكلم على هيلعب بكره الدوري ولا هيلعب بكره كاس مصر. لا انا عندي الشناوي وعندي مصطفى شوبير، لكن فرق كبير اللي بيقوله عراقي ان المدرب مش مقتنع بلاعب او بحارس. الحارس ده في المرحلة السنية بتاعته هو أفضل حارس في أفريقيا. بس هو لا 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 ده واحد من أنا مختلف مع أنا مختلف أنا كمان مش مقتنع دي. هو بيدي ماتش حمزة ثالث ومرة مصطفى ثالث. لا النادي لما جه يجيب حارس مكان الشناوي مصاب وحبوا يعملوا حمزة بدل صعد حمزة ومصطفى مخلوق يطلع وحارس يجي وبتاع كله ما رضاش.
كانت معلومه كده ما فيهاش جدال. الراجل طلب اكتر من مره ان حمزه علاء يمشي، تمام؟ وحمزه علاء مش الحارس، يعني احنا مش بنقول ان هو بيشوف حارس سيء. طب اكد لك، طب اكد لك معلومه، هو ما بيشوفوش حارس سيء. طب انا هقول لك معلومه، رقم ثلاثة في انديه، في انديه طلبته هناك في الدوري المصري، انديه طلبته كويس جدا جدا حمزه، لحمزه علاء والاهلي رفض. والراجل رفض على فكره يا كابتن. انا رديت عليك قبل كده، انا رديت عليك قبل كده، رديت عليك قبل كده. لا حمزه، كولر من اي نادي اصلا؟ هو كولر، معلش، هو كولر بيلعب كريم نيدفيد؟ اصل حكايه مش مقتنع دي. هو كولر بيلعب كريم نيدفيد؟ كملت المعلومه اللي بنزلوه. لا لا مش هيمشي، فرق كبير قوي. لا ماشي، بيلعبوا كولر بين كريم نيدفيد وبين حمزه. لا مش على حمزه، كولر من مدرسه المدربين. روح بس عشان النقطه دي مهمه. كولر من مدرسه المدربين، اللي هو حتى لو مش مقتنع باللعيب ما يمشيش. طب ما عبد القادر مكان عبد القادر مشاه، عبد القادر مشاه، عبد القادر مشاه عشان جاله عرض. لا عبد القادر لا، في لعيبه مشاه. لا 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 لا، هو احمد ياسر مش عبد القادر. طب ما كل الناس احمد ياسر مش عبد القادر. ليه شخصيه اللعيبه بتفرق؟ انا كلاعب ممكن اقول لك لا، احمد عبد القادر مش عايز العب، ملوش، انا عايز العب. ما لهاش علاقه خالص بالازمه، الازمه الفنيه. لا احمد عبد القادر من ساعه ما كتب التويت الشهير بتاعته وهو حاسس انه تم تجميد. بس الراجل اداله واثبت نفسه، اداله ماتشين ثلاثه لا احمد عبد القادر كسر الدنيا في اخر اوقاته. أيوة.